تحية طيبة لكم جميع مشاهدينا في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، وكالعادة مع أبرز مواضيع مواقع التواصل الاجتماعي لليوم. مباشرة إلى عناوين هذه الحلقة: حفصرجي تشيع الشاب شريف الأحمد الذي قتل في اسطنبول وقضيته تتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. وأيضا من مواضيعنا: إما أن تدافعوا عنا أو تغادرونا، فارس الشهابي يفتح النار على الروس بعد الغارة الإسرائيلية. حادثة جديدة ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت استهجان ناشطين سوريين لما تحمله من بشاعة. الشاب السوري شريف الأحمد البالغ من العمر 21 عاماً قتل فجر يوم الاثنين أمس في منطقة باجيلر في مدينة اسطنبول. وقال محمد، وهو أحد أصدقاء الشاب لموقع تلفزيون سوريا، إن مجموعة مؤلفة من 6 شبان أتراك تجمعوا بجانب نافذة منزل الشاب شريف الذي يعيش مع شقيقه الأصغر البالغ من العمر 16 عاما وأصدقائه في سكن شبابي بمحلة ديمير كابو بمنطقة باجيلر بحدود الساعة 5 فجر الاثنين. وأضاف أن المجموعة طرقوا نافذة المنزل وهي عبارة عن قبو صغير، وبدأوا بشتم الشبان السوريين الذين خرجوا على إثرها لملاحقتهم، ولكن لم يجدوهم. وبعد ساعة تقريبا، حوالي الساعة 6، عاد 3 من أفراد المجموعة وكرروا فعلتهم بطرق النافذة وشتم السوريين. خرج المغدور شريف مرة أخرى لملاحقتهم، وفور خروجه أطلق أحد أفراد المجموعة النار على فخذه الأيسر، وعندما سقط على الأرض أطلق عليه رصاصة أخرى في رأسه. يعمل الشاب السوري في الخياطة بمنطقة باجيلر في اسطنبول، وينحدر من بلدة حفصرجي بريف إدلب الغربي. وبحسب صديقه، كان شريف ينوي السفر إلى أوروبا. وبحسب مصادر لتلفزيون سوريا، فإن الشرطة التركية فتحت تحقيقا بالحادثة، لكنها لم تتوصل بعد إلى معرفة هوية القاتل والمهاجمين. مراسلة تلفزيون سوريا في اسطنبول سيما نعناعة ذهبت إلى المنزل الذي كان يقيم فيه شريف في منطقة باجيلر وصورت اللقطات التالية. شريف كان جالسا مع أخيه الصغير وأحد أقربائه بغرفته التي بالكاد ترى النور من نافذة صغيرة، ولم يكن يعرف أنها أخي دقائق عمره ليودع الحياة أمامها. من هنا ركض شريف، وما تزال آثار الدماء موجودة. ركض شريف بهذا الاتجاه ليلحق بالذين طرقوا الباب. هذه غرفة شريف، كان جالسا هنا مع أخيه في هذه الغرفة الصغيرة، وهذه هي النافذة التي طرقوا منها الباب وبدأوا بشتمهم واستفزازهم. رحم الله شريف، ورحم الله كل من قضى نتيجة الاعتداءات العنصرية على السوريين في كل مكان من هذا العالم. كاميرا تلفزيون سوريا رافقت أيضا جثمان الشاب شريف إلى مثواه الأخير في قريته حفصرجي بريف إدلب الغربي وصورت التشييع. نتابع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله ياخذنا حقه منه ويكون المجرى على الصحيح. يعني ايش بدي نقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اخي الشاب عمره 21 سنه طالع ليتسبب ويعيش. شبابنا ما طالعين يعملوا مشاكل، هو عنده 2 اللي انقتل، يعني مصيبه انه اخوه انقتل وحطوا له قلب بالسجن. يعني الله يرحمه، مو اول قضيه بتعرض لها لاجئ سوري، صار في كثير مشاكل، وشفته من كم من يوم كمان قصه نايف كمان على الاعلام. فنحن كسوريين شو بنساوي؟ نحن طالعين نعيش، ما نحن طالعين نساوي مشاكل. يعني بسوريا قتل، وفي تركيا قتل، وفي أي كل الدول العربية قتل، شو عمل السوري؟
نحن حضارة عمرها 4000 5000 سنة، ما لنا حضارة اليوم عمرها 100 سنة ولا 200 سنة وعم نقتل. شو السبب؟ زلمة نايم في بيته الساعة 5 الصبح يفتح عليه الباب يطلع لبارة الشر المسدسة تقتل في راسه، شو عمل؟ وين الحكومة التركية؟ نحن علمنا كأهله، علمنا عن طريق الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. فنحن نطلب من الحكومة التركية انه مو بس موضوعنا موضوع خالد، موضوع كل الشباب السوريين اللي هنيك موجودين. الزلمة نايم في مأمنه في بيته الساعة 5 صباحا، يدق عليه الباب يطلع يرد عليه، تقوسه طلقتين، طلقة برجله وطلقة برأسه، شو عامل هذا؟ كل أم عندها شاب بتحط حالها مطرح أمه وتشوف موقفه، أشي موقفه من هالشغل هذا. بس بطلب من كل أم سورية والتركية، كل أم شاب تحط حالها موقف هالشاب اللي راح. من ناشد الرئيس أردوغان خاصة والشعب التركي عامة أنه هذا الحكي ما بيصير. أشو عامل الصبي؟ راح لأني بدي يطلب لقمة عيشه، هيك يصير فيه؟ هذا الشيء حرام. يا الله عجل فرجك، يا الله يا الله منا غيرك، يا الله يا الله منا غيرك، يا الله. الحادثة أثارت تفاعلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكتبت آلاف المنشورات، ومعظم المنشورات أو جميعها بطبيعة الأحوال تحمل كما كبيرا من الحزن والغضب بآن معا. الكاتب التركي جلال ديمير كتب تغريدة يقول فيها: جميع العنصريين هم شركاء بقتل شريف خالد الأحمد، لم يقتل أحمد بل قتلت وماتت الإنسانية، قتلت وماتت الإنسانية في اسطنبول. بدأنا نستحي أن نقول نحن أتراك، من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أيضا أحمد يقول في هذا المنشور: أغلب المشاكل عم تصير من السكن الشبابي، مقهورين من الشباب تبع السكنات، ديروا بالكم على حالكم ولا تعملوا شغلات بتشلقوا الأتراك عليكم، الله يفرجها أحسن شيء ويرحمه ويغفر له. حميد يقول: شلون بتلاقي شاب أزعر حقه ربع فرنك مصدي شايل السلاح بهالبلاد؟ ما عم بفهمها صدقا، وقت بدي شيل مفكات براغي من شغلي لبيتي من شان شي تصليحة بالبيت بقعد بحسب 100 حساب وبخبيهم وبحتال 100 حيلة شي ما يوجعني راسي مع شي شرطي. عرف عنه ولاؤه الشديد للنظام، فهو من دعا إلى قتل المدنيين في حلب عندما كانت خارج سيطرة قوات الأسد مدعيا أنهم إرهابيون، ووقف إلى جانب الأسد منذ بداية الثورة السورية التي اتهمها بتخريب معامل حلب والقضاء على قطاع الصناعة فيها. فارس الشهابي ليس مجرد صاحب منصب أو أنه فقط رئيس اتحاد غرف الصناعة في سوريا، بل هو من أكثر رجال الأعمال قربا للنظام، لدرجة أنه يتجرأ على حلفائه وينتقد ميليشياته من دون خوف من الاعتقال أو المضايقة الأمنية حتى. لكن الشهابي هذه المرة رفع سقف العتاب ليصل إلى الهجوم. تداولت وسائل التواصل الاجتماعي منشورا لرئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي يهاجم فيه الحليف الروسي لعدم الدفاع عن سوريا والتدخل ضد الغارة الإسرائيلية الأخيرة، فكتب قائلا: وقفنا مع روسيا في حربها ضد الناتو في أوكرانيا بكل صدق وأمانة، ليس لكي نتعرض نحن للاعتداءات المتكررة من قبل تركيا وإسرائيل دون أن تفعل روسيا شيئا يردع هذه الاعتداءات. الأرض التي تقصف سوريا والشهداء سوريون وقد طفح الكيل، أي ضيف هذا الذي لا يدعمك وهو في بيتك وأنت تتعرض للاعتداء بعد الاعتداء؟ منشور الشهابي ليس الأول الموجه ضد حلفاء الأسد، فسبق أن كتب على صفحته بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ميناء اللاذقية هذا المنشور الذي يقول فيه: كل الحلفاء دون استثناء استطاعوا خلال السنين عبرنا وبمساعدتنا تثبيت معادلات ردع استراتيجية مع خصومهم الدوليين إلا نحن. متى سيدرك هؤلاء الحلفاء أن قبول الشعب السوري بهم واحتضانه لهم منوط بإعادة تثبيت توازن الرعب مع العدو الصهيوني بمعادلات ردع جديدة تحفظ الكرامة والسيادة؟ ليتبعه بمنشور آخر نال فيه أيضا من روسيا، كتب قائلا: يبدو أن الدب الروسي نومه عميق جدا جدا، أو أنه لا يريد أن يستيقظ.
منشور الشهابي حظي بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، فكتب عماد يقول: ومتى كان على الضيف أن يدافع عن أصحاب البيت؟ أيضاً سومر كتب يقول: لماذا إيران لا ترد على إسرائيل؟ وروسيا هي من أعطت سوريا أسلحة، توازن الرعب، ارجع إلى التاريخ أستاذ فارس، صبراً على روسيا. أما فيصل فيعلق قائلاً: أخي صرنا ملطش للرايح والجاي، الشاطر بيضرب وبيهاجم سوريا ونحن عم نتفرج فقط للأسف، مع العلم ما ضل عنا شيء لحتى نخسره، فليش ما عم نضرب الاحتلال الإسرائيلي؟ يوسف أيضاً تساءل يقول: روسيا لديها علاقات وأمور متشابكة مع إسرائيل، أين إيران؟ أعتقد أن ليس لديها أي علاقات معها، لماذا لا تعطينا السلاح اللازم أو تهدد بأنها ستضربهم إذا اعتدوا مجدداً؟ الشهابي سبق أن هاجم الميليشيات التابعة للنظام في حلب واتهمها بالسرقة والتشبيح والتشليح، وذلك في لقاء مع الإخبارية السورية. ندعوكم مع هذه المادة التي أعدها الزملاء في قسم نيو ميديا في تلفزيون سوريا. أنت تحدثت أكثر من مرة عن موضوع الأتوات، في كثير أتوات عم تصير، أو موضوع الصلبطة أو التشليح، في كثير أتوات، وقلت بأن حواجز ما معروفة لمين وشو هويتها. صح، مين هدول؟ ما بنعرف، نحن عم نسأل، ما بنعرف كيف يتم عملية تشليح الحواجز. بوقفوا الصناعي على المدينة الصناعية، هو رايح هو بوقفوا شو في معك، بياخذوا منه أغراض بس. لا في وصل، لا في ورقة، منو انتم ما بحكوا؟ ما بتعرفوا؟ لا 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 لا، طبعا هي تجاوزات. لأنه نحن سألنا، اشتكيتوا؟ اشتكينا طبعا. لمين؟ اشتكينا للجنة الأمنية، اشتكينا للمحافظة، اشتكينا لعدة جهات. تمام، طبعا هي تجاوزات بالأخير، أولا وآخرا تجاوزات شخصية، نصوص، ناس عم بيطلعوا خارج القانون، بس هذا بالأخير ما بريح الناس، هذا بالأخير يضاف إلى جملة الضغوط اللي عم بعانوا منها الناس. نحن اليوم المناخ الاستثماري مناخ جبائي، مناخ يعتمد على التحصيل وليس التشغيل. من المسؤول عنه؟ هل هناك وزارات أو جهات بعينة؟ أنا شوفي، أنا حتى لا نتحدث، أنا ما بدي، لا لا ما بحق، الحكومة مسؤولة، الفريق الاقتصادي تحديدا هو المسؤول. كان الموضوع هو تسويف إعلامي فقط، أنه نحن نشوفه واقفين معكم فقط، يعني خلاص قلبوا الصفحة يلا نروح لغير ملف، ما صار في متابعة أبداً. وقف الإقراض، زادت كلف الإنتاج، الطاقة وضعت دهور أكثر. أنا ما بدي أحكي بالأرقام، هالأرقام اللي راحوا ما في حدا واقف على رأس الطيارة وعم بعد الناس راس راس عم بقول والله هذا راح هذا ما راح هذا راح، في كتير ناس راحت ورجعت، في كتير ناس راحت زيارة سياحية، في كتير ناس راحت تزور قرايبينها ورجعت، ما بقدر بعدهم، كل هالأرقام طلعت كلها خطأ. جرأة الشهابي لم تتوقف هنا، حيث وصل إلى أسماء أخرى لها حظوة كبيرة لدى النظام، حيث سبق أن هاجم الشهابي خضر علي الطاهر المعروف بأبو علي خضر المقرب من أسماء الأسد واتهمه بالسرقة. نتابع. يعني النقل عبر المعابر مع العدو الإرهابي وراه، ولا طيب. طبعا استاذ فارس لما تقول طال الرؤوس الكبيره، من تقصد في هذه الحال؟ يعني هل تعتقد بانه حتى اللحظه هي محدوده فعاليتها لحمله مكافحه التهريب بالرغم من اهميتها؟ طبعا هلا هي عم تتدرج، هلا نحن ما انا يعني الاسماء الكبيره يعني معروفين منهم، ابو علي خضر واحد منهم على التلفزيون، ماني خايف من حدا يعني، هذا واحد منهم، عم بفرض اتوات على المصانع. اللي خاب بيت معامل بلاستيك في حلب مثلا، هو نفسه عم بدخل معابر، وفي مثله متاين
طيب. معروفين عند الثوري هدول، يعني ما في داعي أنا أذكر اسمهم، معروفين جيبوهم لصوص مهربين، معروفين مجرمين سابقين. طب هل إذن هذا يعني كان مقطع قديم لفارس الشهابي عندما تحدث عن أبو علي خضر. بالعودة إلى الغارات الإسرائيلية، حيث تعرضت مواقع عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني جنوبي العاصمة دمشق لغارة إسرائيلية هي الرابعة خلال شهر، حيث قالت وكالة أنباء النظام سانا، قالت إن إسرائيل نفذت عدوانا جويا من اتجاه الجولان المحتل مستهدفة بعض النقاط جنوبي دمشق، زعمة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات، والكلام لسانا. من جهة أخرى تداولت حسابات تابعة لحزب الله اللبناني فيديوهات لما وصفتها بتصدي المضادات الجوية للجيش العربي السوري للعدوان الإسرائيلي. نتابع. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. عادت الفنانة السورية فرح يوسف، عادت لتجذب اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، وهذه المرة بعد حديثها عن الأديان والزواج المدني الذي طالبت بتطبيقه في سوريا. تصريحات فرح يوسف الجديدة كانت ضمن إطلالة لها بحلقة خاصة مع برنامج شو القصة الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات على قناة لنا المملوكة لرجل الأعمال المقرب من النظام سامر الفوز، حيث قالت فرح إن زوجها الفنزويلي ويدعى كريستيان حامل الجنسية الأمريكية لم يكن راضيا عن زواجهما في البداية بسبب اختلاف الثقافة بينهما، وأن الحريات في الغرب لا تعد ولا تحصى في الوقت الذي توجد حدود كثيرة في سوريا وتقييد كبير للحريات التي تقيدها العادات والتقاليد. وعن زواجهما قالت فرح إنهما تزوجا مدنيا في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية ولم يتم تثبيت الزواج في سوريا. وعندما سألت رابعة عن تغيير ديانة زوجها فقالت فرح إنها هي التي لم ترضى أن يغير ديانته لأنها ترى أن ذلك غير منصف وغير عادل أن يتخلى هو عن دينه من أجلها، وأنها سوف تربي أولادها إن رزقت بهم على الديانتين معا. تصريحات فرح يوسف أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بل حتى وسائل الإعلام التي تناقلت هذا التصريح، وخاصة الجزئية المتعلقة بموقفها من تغيير دين زوجها، فكتبت الآلاف من المنشورات حول ذلك. سنتناول بعض هذه المنشورات التي كتبت. جوري تقول في هذا المنشور: تعرفي يا فروحة شو حكم ارتباطك منه بالشرع حاليا؟ حكم زنا. لازم أسلم حتى تتحلل علاقتك فيه، وبعد إسلامه بتعملي معه عقد جديد. أما ياسمين فقالت: خلص استلموها فاضين ولقوا قصة يرغوا فيها، غلطت المخلوقة وطلعت مقابلة، كل مين حرب حاله بحياته، ما حدا بيتحاسب عن حدا، اتركوا الخلق للخلق يا للخالق يا جماعة. أما يحيى فيقول: عذر أقبح من ذنب، أنت بدك تقنعي حالك أنه ديننا العظيم ولازم يتقبل فكرتك لأنها على هواكي، إحنا ديننا العظيم وأعظم وأكبر من تفكيرك. أما محمد فيقول: الحب
الخالص لله تعالى وحده، ويقوم بطاعته وتطبيق تعاليم شريعته وليس لعبده. على إحدى الصفحات الإخبارية واسمها روحي، علقت فرح يوسف على المنشور الذي تحدث عن تصريحها الأخير، فقالت: محبتي لكم جميعا، وبتمنى تشوفوا الحلقة على اليوتيوب قبل ما تظنوا فيني السوء، وبتمنى تقدروا تفهموني صح. أنا رفضت دخول زوجي ديننا الإسلامي إذا كان بس لغرض الزواج مني ولنعيش سوا. بدي زوجي يتعلم ويتثقف أكثر عننا وعن ديننا الكريم، ولما هو يريد ويصير جاهز ومقتنع من قلب وعقل وروح، وقتها أكيد رح أكون مبسوطة وسعيدة وداعمة له بهذا القرار. أما على حسابها في إنستغرام فنشرت فرح هذا المنشور تقول فيه: الدين لله والله محبة، هكذا هي تحيتنا العربية مرحبا، والتي هي مشتقة من كلمتين في اللغة الآرامية مار وحبة، وتعني الله محبة. أنا بحبكم جميعا بدون استثناء مهما اختلفتم بآرائكم وأطفكم وألوانكم، كلنا على دين الله، والله محبة وكلنا إنسان. أرفقت فرح هذا الكلام بهذا الفيديو الذي ظهرت فيه وزوجها وهي تغني أغنية All of Me للمغني الأمريكي John Legend. نتابع. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning. No kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause إلى هنا نصل إلى ختام ريبوست اليوم مشاهدينا. غدا لقاء جديد وحلقة جديدة في تمام السابعة بتوقيت دمشق. إلى ذلك الوقت دمتم بأمان الله، كان معكم عابد ملحم، تحياتي وتحيات فريق البرنامج، إلى اللقاء.